رح نروح لأولى محطاتنا لليوم ورح نحكي فيها عن علم الفلك الرصدي، وهو يمكن بيختلف طبعا أدواته عن علم الفلك اللي نحن بنسمع عنه بالعادة. اليوم طبعا هو جزء من الأعمال الفلكية الطبيعية لمعرفة الكون، رح نحكي أكثر عن تطوره، نشأته، طرقه، أدواته، وشو ممكن يكون بيقدم معلومات للبشرية وغيرها من وأجهزة القياس اللي بيستخدمها وغيرها من التفاصيل كلياتها مع ضيفتنا بالاستوديو. خلينا نرحب فيها سيدة تركية جبور، وهي عضو بالجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سلمى، صباح الخير للجميع. خلينا نبلش مع حضرتك، علم الفلك الرصدي شو بيختلف أو شو هو؟ خلينا نعرف الناس بالبداية عنه. لا، أول شيء شو يعني علم الفلك؟ علم الفلك هو علم دراسة الكون، دراسة الظواهر الموجودة بهذا الكون، الأجرام السماوية، الكواكب، المجرات، السدم، كل شيء موجود بهذا الكون علم الفلك بيدرسه. لكن علم الفلك الرصدي أول شيء نحن بنحتاجه بالرصد الفلكي هو العين البشرية، هذا أول جهاز من أجهزة الرصد الفلكي. فعلم الفلك الرصدي أنا بخليني أعرف أرصد الأجرام الموجودة بهذا الكون. طبعا هذا النوع هو جزء من أنواع علم الفلك، يعني عندنا حاليا الفيزياء الفلكية، عندنا كثير فروع لعلم الفلك. هذا العلم اللي هو علم الفلك قائم على مزيج من العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، كل هاي العلوم تجتمع مع بعضها وعلم الفلك بيتربع على قمة هاي العلوم. فنحن من خلال الأدوات اللي بنستخدمها بنطلع فيها على الكواكب، على النجوم، ونقوم برصدها من خلال التلسكوبات وبنعرف شو ما هيتها. لكن الفكرة الأساسية كيف بلش هذا العلم؟ إذا رجعنا شوي لورا لتقريبا قبل 4000 سنة و 3000 سنة لأيام البابليين والمصريين، الإنسان أول ما وجد على هاي الأرض تعلق نظره بالسماء، حاول يتابع السماء يشوف شو الأجرام الموجودة فيها، كان ربط حياته على الأرض بالسماء، يعرف شو في شو هاي الأجرام الموجودة بالسماء، يعرف إنه مثلا ليش في عندي نجوم ثابتة وعندي نجوم سيارة، قام برصد ودراسة هاي الظواهر وبلش يكتبها. فالكواكب اللي كانت سيارة أو النجوم اللي كانت تتغير حركتها سماها الكواكب السيارة، اللي هي عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل بهذيك الفترة. مثلا المصريين والبابليين قاموا بوضع تقاويم خاصة لهم، هاي التقاويم قسموا السنة مثلا ل 365 يوم، بناء على هذا الشيء أيام البابليين ظهر التنجيم. صحيح. اللي ربط حياة البشر بالنجوم، إنه البشر مثلا مصيره مرتبط بالنجوم. عند المصريين القدماء تم وضع التقاويم والسنة 365 يوم، بناء على هذا الشيء طور علم الفلك من خلال المشاهدة. يعني شو اللي بيفيصل يعني بين فيك تقولي انه هو مو مثل ما الناس بتفكر علم الفلك، يعني فقط انه هو حركة كواكب ونجوم مثل ما الناس بتعتقد انه انا بدل على الابراج او ما ابراج، هو علم اوسع واشمل بكثير. اكيد. ويمكن بداية الانسان كانت مع هاي العلوم، علوم الفلك والعلوم الطبيعية اللي منا اكتشف الكرة الأرضية وكل شيء محيط طبعاً. فينا. طيب خلينا نحكي أكثر. اليوم أيضاً الأدوات تطورت، يعني أكيد. سابقاً ممكن كانوا يشاهدوا بمنظار بسيط أو بالعين المجردة بعض الكواكب اللامعة الظاهرة في السماء والنجوم، انتقلت هاي المراحل، صار في أدوات متطورة طبعاً. نحكي شوي عن هاي الأدوات. هلا علم الفلك مشي بخطوات متسارعه، يعني اول شيء لما بلش الانسان يعتمد على متابعه السماء ومتابعه الاجرام السماويه ويسجل الظواهر اللي عم بيشوفها، سجل الخسوف، الكسوف. مثلا المصريين القدماء ربطوا فيضان نهر النيل بظهور نجم الشعره اليمانيه، فكان للنجوم والكواكب مكان كثير كبير بحياتهم، لدرجه انه بعض الحضارات عبدت هاي الاجرام والهتها، فما يعني اله الشمس، كوكب المشتري، جوبيتر. صحيح. كبير الالهه. ف بفترة الحضارة أو الدولة العباسية كان العصر الذهبي للدولة الإسلامية، بهاي الفترة طور علم الفلك، تطور وقفز قفزة نوعية كتير كبيرة. كان علم الفلك أساسا يعني أول من وضع كتب بعلم الفلك كان بطليموس، هذا وضع كتاب الماجستي. لكن بفترة الدولة العباسية الخليفة المأمون دعا العلماء من شتى أنحاء الأرض، وكان عنده اهتمام كتير كبير بالعلوم، بلش تطوير هاي العلوم وخاصة علم الفلك. ليش علم الفلك بهديك فترة؟ لأنه الدولة الإسلامية تعتمد على علم الفلك بالعبادات، بمواقيت الصلاة، بالصيام، فتم تطوير علم الفلك.
اجى بعده ابنه الخليفه هارون الرشيد. بفتره هارون الرشيد تم بناء مكتبه بيت الحكمه او دار الحكمه ببغداد، اللي هي كانت مناره لكل للعالم جميعا، من شتى انحاء الارض صاروا يجوا على بيت الحكمه. تم ببيت الحكمه دراسه وترجمه الكتب، يعني تم ترجمه كتاب المجسطي لبطليموس، هذا الكتاب اللي صححوا عليه العلماء المسلمين والعلماء العرب، دراسه هذا الكتاب وتصحيح الاخطاء اللي وردت فيه وصناعه ادوات فلكية، وقاموا بوضع الأزياج والجداول الفلكية لمراقبة النجوم والكواكب. ومن هذيك الفترة بلش يعني يطوروا على الاسطرلابات، في منهم عمل اسطرلابات جديدة، بلش يتطور علم الفلك. هيك لو وصلنا لفترة القرن السادس عشر، فترة القرن السادس عشر تقريبا بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر كانت فترة العصور المظلمة بأوروبا. هاي الفترة اللي يعني كانت الفكرة السائدة أو الحقيقة المطلقة بالنسبة للجميع، الأرض هي مركز الكون وكل شيء بيدور حولها. هاي النظرية اللي حطها بطليموس ظلت سائدة تقريبا للقرن السادس عشر لما اجا كوبرنيكوس. لكن كوبرنيكوس اعتمد بأبحاثه على علماء مرصد مراغة، علماء مرصد مراغة اللي بنى هذا المرصد اللي بناه الخليفة المأمون. فالفكرة اللي صارت انه تطوير هذا العلم كان step by step، يعني العلماء وضعوا خطوات ثابتة لتطوير علم الفلك، اشتغلوا على هذا الموضوع وتطور أكثر بعد بناء التلسكوب أو اختراع التلسكوب من قبل الهولندي ليبرشي، وطور عليه جاليليو غاليلي لما شاف توابع كوكب المشتري، ولما شاف الفوهات على سطح القمر، لما شاف أطوار كوكب الزهرة حكى الكلمة الشهيرة إنها تدور، إنه الأرض ليست مركز الكون. وبهذا الشيء واعتبروه مجنون وحكموه حكموا عليه بالإقامة الجبرية، اعتبروه مهرطق كافر بأحكام الكنيسة. كانت بهذاك الوقت الكنيسة هي المسيطرة على العلم، وأساسا هذا الشيء اللي كان مخوف كوبرنيكوس من أنه ينشر أفكاره. يعني نظرية كوبرنيكوس بعدم مركزية الأرض كانت تقريبا من 1542، فكان خايف من أنه ينشر هاي الأفكار لأنه بتعتبر أنه الأرض ليست مركز الكون، الأرض مثل كل الأجرام السماوية بتدور حول الشمس. عدم مركزية الأرض كانت فكرة كتير يعني فكرة كتير مخيفة، عملت ثورة بتاريخ علم الفلك. صحيح أستاذ، بتركيا كتير أوقات سمعنا وخصوصا خلال السنتين الماضيات أنه علم الفلك هو مو بس دراسة حركة الكواكب وما إلى ذلك، هو أيضا معني بدراسة الكوكب نفسه وتطورت هاي الأدوات. فالبعض كان يقول هل ممكن من دراستنا أو الدراسات المتتالية العالمية لكثير من العلماء وعلماء الفلك أنه نتنبأ بحركة الأرض الداخلية وما بباطنها، وخصوصا مثلا لما بندرس أنه مين كان أقرب من الكواكب إلى الشمس، أدي هذا الشيء أثر على الكوكب، مدى قدرته على الحياة، لأنه نحن بنعرف أنه كل ما كان الكوكب أبعد عن الشمس كانت قدرته على الحياة أطول، ما يميز الكرة الأرضية أنه إلى غلاف جوي يحميها من أشعة الشمس واللي ممكن تحرق الأرض وتخليها غير آهلة للحياة. هل هذا الشيء ممكن يتنبأ بالزلازل، خليني أقول بالبراكين، بكتير متغيرات تم دراستها بعض العلماء بالخارج؟ لا ببساطة يعني كتير سلطنا الضوء على هاي الفكرة خلال الزلزال السنة الماضية، تنذكر ما تنعاد، كانت ذكرى أليمة كتير. صحيح. بسوريا، وكان يعني الشيء اللي صار أصلا بهذا الموضوع لأنه من يومين بدأوا بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حيكون بين 5 آذار و 13 آذار حنكون على موعد مع زلازل. للأسف نحن شو اللي بيصير، أي حدا صار بس بده يجمع لايكات على الفيسبوك. صحيح. أو أي للأسف. مواقع للأسف نحن ما عاد عم بيكون في مصداقية بوسائل الإعلام، مو وسائل الإعلام الحكومية أو يعني التقليدية، قصدك السوشيال ميديا، يعني كل حدا صار بده يطلع يعمل ترند، بيحكي موضوع بسيط، بيجيب فكرة بسيطة ممكن ما يكون بيعرفها، سمعانا من حدا قبله، بس حطها بتفوت العالم. ونحن للأسف بالعالم بيحبوا الإشاعات، يعني روح قلبهم يسمعوا إشاعة وبيزيدوا. صحيح. عليها يعني هاي دراسة علمية درست يعني عمل فيها اختبارات على مدى اهتمام المستخدمين بالأخبار الجيدة أو السيئة، الأخبار الحقيقية أو الإشاعات، فطلع أنه
المشاهد بالعموم بميل لأنه هو يتبع الأخبار اللي بعضها سيئة اللي بعضها إشاعات من حب الفضول. حب الفضول والخوف عند الناس أحيانا، يعني مثلا هنا بيخافوا فبدهم يحموا حالهم، بدهم يعرفوا شو بدهم يصير. بس الفكرة البسيطة أنه الأجرام السماوية أو اصطفاف الكواكب مثل ما الفترة الماضية حكوا، لا إله لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالزلازل ولا بيأثر. زلازل ما ممكن نتنبأ فيها، يعني في مراكز خاصة بدراسة الأرض وطبقات الأرض وتموضعها وغير قادرة أساسا على التنبؤ بوقت الزلزال إيمت بده يصير. بس الفكرة الأساسية اللي فيها المهم فيها انه نعرف علم الفلك واهميته. هذا الفيصل، يعني حضرتك تفضلتي انه الارض بعدها مناسب عن الشمس، يعني نحن هلا موجودين هون، الشمس اذا ماتت بهاللحظه نحن ما بنعرف غير بعد 8 دقائق. ضوء الشمس بده ليوصل للارض 150 مليون كيلومتر، بعد 8 دقائق لنحن نشوف عيننا البشريه تشوف ضوء الشمس تأثيره. فالارض ايضا محاطه بالغلاف الجوي، لكن في اسس للحياه. يعني اولا البعد مناسب بين الشمس، بعد الأرض عن الشمس هو مناسب، يعني منا بعيدة كتير مثل المريخ لحتى تتجمد المياه فيها، ومنا قريبة مثل عطارد والزهرة لحتى زهرة تاني واحد زهرة تاني كوكب وأعلى الكواكب حرارة لأنه غلافه الجوي كتير سميك، يعني درجة الحرارة على كوكب الزهرة كتير عالية، شوب كتير غلافه الجوي، نتخيلي 90 ضعف الغلاف الجوي لكوكب الأرض. فهذا الكوكب أنه قريب جدا للشمس، أيضا عطارد، يعني وجود الأرض بمكان مناسب وفر الحياة على سطحها، مو بس الغلاف الجوي اللي احنا عم يحمينا من أشعة الشمس، أيضا التربة وطبيعة الكوكب بشكل عام، طبيعة اليابسة والبحر طبعا. وما إلى ذلك. الفكرة الأساسية أيضا الغلاف الجوي عم يحمينا من الأشعة الكونية، فالوجود هذا الكوكب على هذا البعد المناسب حافظ على درجة المياه السائلة فيه، فمشان هيك هو الكوكب الوحيد للوقت الحالي الأهل بالحياة. تم إطلاق العديد من التلسكوبات للبحث عن كواكب أخرى صالحة للحياة، يعني طبيعتها بتشبه مثلا مقارنة نحن الحياة المعروفة لأن الأرض شو أكثر ممكن يمكن يعني حكوا عن الأمار، حكوا عن المريخ. هلأ المريخ بعيد عن الشمس، بعده عن الشمس، المريخ خلافه الجو كتير رقيق، يعني هلأ عم يدرسوا يعملوا مستعمرة على سطح المريخ مثلاً. بس إذا قرب من الشمس ما في مدارات ثابتة لهذه الكواكب، يعني هذا المدار موجود في هذا الكوكب، المدارات الكواكب بتدور حول الشمس بمدارات بيضاوية، يعني في مدارات بتوصل فيها بتكون بأقرب نقطة، في مدارات بتكون فيها بأبعد نقطة، بس المدار ما بيتغير، هذا المدار هو مدار الكوكب الثابت. فالفكرة الأساسية إنه هذا البعد كوكب المريخ خلى المياه الموجودة فيه هي مياه متجمدة. على فكرة المريخ أغنى كوكب بالمياه، لكن المياه الموجودة على سطحه هي عبارة عن مياه متجمدة. وجود الأرض على هذا البعد المناسب خلى عليها حياة، خلى المياه سائلة. فأجهزة الرصد اللي نحن بنستخدمها التلسكوبات حاليا، يعني نحن على الأرض العلماء لما كانوا يطلعوا بتلسكوبات العين البشرية نحن ما بنشوف الضوء المرئي، لكن في شيء العين البشرية ما بتقدر تميزه، بحاجة الأشعة السينية، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء. هذا الكون واسع جدا شاسع، فبحاجة لأجهزة متطورة لدراسته. التلسكوبات الموجودة على الأرض اللي بيسموها التلسكوبات البصرية غير قادرة على أنه توصل لنا الصورة بشكل صحيح. نحن لم تلك شيء من هدول الأدوات المتطورة بسوريا ولا بالعالم؟ لا، بالجمعية الفلكية السورية. الجمعية الفلكية عندنا ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي الحمد لله. يعني الجمعية بلشت بتلسكوب واحد، كان عندنا تلسكوب بسيط، تلسكوب واحد من 31/8/2005، ونحن عم نحاول نطور عملنا، عم نحاول نحن جمعيتنا جديدة تعتبر، يعني 2005 جديدة 2005 جديدة، يعني يا دوب قعدت لها 5 سنين 7 سنين وبعدين دخلت الحرب. نحن طبعا يعني فتأثر هذا كله أكيد. شوفي سلمى، على الرغم من تحديات الحرب، على الرغم من كل شيء واجهنا، على الرغم من الصعوبات، جمعية الفلكية أثبتت وجودية مو بس بسوريا ولا بالوطن العربي، حول العالم كله. جمعية هي عضو بالاتحاد الدولي للفلك، حاليا في عنا مشروع كتير مهم، نحن جزء من هذا المشروع، هو مشروع عالمي، الاحتفال بالنساء والفتيات في علم خلينا الفلك. خلينا نحكي، أنا كمان لما سمعت هذا العنوان من فترة قلت انه انتم، يعني من خلال متابعتي لكم ضمن برنامج صباحنا غير من بدايه انطلاق برنامجنا الى اليوم، شفنا كثير تطورات بعملكم وكثير فئات عمريه مختلفه وحتى فئات مجتمعيه مختلفه قمتوا بفعاليات لهم، ان كان الاطفال اللي صار عنا العالم الصغير وما زال هالبرنامج وهالمشروع اللي كثير مهم لساته موجود الى الان، وايضا قدرتوا تحققوا أكثر من مرة بتسجيل اسم
لقلنا نحن نسجل اسم مطلق كواكب نجم اللي هو كان منه تدمرته حسب ما اذكر تدمر، وكان بعز الحرب مثل ما بيقولوا قدرنا انه نسجل هذا النجم السوري. اليوم النساء بعلم الفلك، عن شو بتدور هي الفعاليه واهميتها بهذا الوقت؟ هلا الفكره الجمعيه بتحاول تطور كل فئات المجتمع، يعني نحن عم نحاول نوصل علم الفلك بطريقه بسيطه لكل فئات المجتمع، خاصه للاسف يعني جامعاتنا ما فيها فرع لدراسه علم الفلك غير ببلادئيه في فرع لدراسه الفيزياء الفلكيه، لكن باقي الجامعات في كثير طلاب حابه تدرس علم الفلك، فنحن الفكره ليش لطلابنا يطلعوا لبرا؟ عم نحاول نعمل اساس. هدول الطلاب، هدول الشباب، هدول الأطفال، نحن عم نحاول نأهلهم، عم نحاول نوصل لكل هاي الفئات. عنا مثل ما تفضلتي مشروع الفلك الصغير اللي بيركز على الأطفال، وكتير اشتغلنا عليه على الأونلاين فترة الكورونا من عمر تقريبا 4 سنين ل 16 سنة، والحمد لله أثمر، وكل الدول العربية عملت وأخذت الفكرة وعملت مثل، فهذا كان إنجاز كتير كبير. بالنسبة للفتيات يعني نحن حاليا كونه هذا العلم ما في دراسي لإله، عم نحاول نجمع الفلك مع العلوم الأخرى، يعني مثلا نشوف كيف بمحطة الفضاء الدولية مثلا العلماء لما بيطلعوا في تجارب لازم يعملوها طبعا، تجارب جسدية طبعا وتجارب علمية كتير، إذا كان في شخص يمكن بيعاني من مشاكل معينة ما بيطلعوا ما رح يطلع. وجود الإنسان بمحطة الفضاء الدولية بالفضاء هو تجربة بحد ذاته ليشوفوا هذا الجسم هذا كيف رح يتحمل الحياة بالفضاء. فنحن مثلا في طبيبات عندنا بجمعية بشكل عام، يعني المنتسبين للجمعية تختلف الشرائح المنتسبة، في أطباء، في مهندسين، في جيولوجيين، فكل حدا كتير حلو نحن نسلط الضوء على هذا العلم يربط علم الفلك باختصاصه. يعني نحن مثلا شو أهمية علم الفلك، أنا كيف علم الفلك بدي أربطه بالطب، كيف بدي أربط علم الفلك مثلا بهندسة العمارة، كيف بدي أربطه بجيولوجيا، وكله على فكرة له دراسات ومعمول، يعني تمام كل شيء فيه نحن في حق نستفيد فيه. هلا إذا بدنا ننتسب للجمعية وشارك بالفعالية شو فينا نربطه؟ علم الفلك بالإعلام أهم شيء، يعني الإعلام هو اللي عم يعرف، عم يوصل رسالة. يعني الإعلام لما سموه السلطة الرابعة في رسالة، في هدف من هاي التسمية. يعني الإعلامي لما بدي يكون في عندي ثقة، في عندي مصدر للمعلومة، أنا بدي أخذ الإعلام. هلا بتطلعون على الفضاء ولا ما بتطلعون؟ الفضاء صعب شوي، بنروح نسجل أول رحلة بنعمل بس مباشر من هنيك، نطلع صباحنا والله يا ريت. هلا الفكرة للأسف الشديد بسبب الوضع بسوريا أكيد والعقوبات أكيد المفروضة على سوريا، يعني نحن شاركنا بالعديد من المسابقات وتفوقنا فيها على كل دول العالم، وفي كثير من التلسكوبات فزنا فيها سلمى، لكن للاسف بسبب وضع سوريا ما قدرنا ناخذها. فنحن للاسف يعني حتى رواد الفضاء لما بيعلنوا عن مسابقه لرائد فضاء بيكون ضمن شروطهم رائد الفضاء يحمل الجنسيه الامريكيه. هي ناسا من كم سنه اعلنت عن مسابقه طلب رواد فضاء، للاسف مثل ما نحن بنعرف مين مسيطر على الفضاء؟ مسيطر على الفضاء هي وكاله الفضاء الامريكيه ناسا، شوي روسيا. يعني في عمل للاسف يعني نحن حاليا غير قادرين نكون موجودين بهذا المكان، لكن نطمح. يعني حكت كثير يمكن وسائل اعلاميه سابقا وما الى ذلك غربيه مو بس نحن، انه بسبب انه دائما هذا المجهول ممكن يوفر مواد اوليه تكون هي بديل للطاقه اللي نحن هلا عم نستخدمها او المكتشفه بالارض من مثل الطاقه النفطيه او غيرها، فدائما يبحثوا عن المعادن في الخارج. هي الرحل ليست فقط لاستكشاف كما يقال انه استكشاف مكان وما موجود، ولكن دائما هناك بحث عن مصادر الطاقه اللي ممكن تكون طبعاً موجوده على هالكواكب طبعاً، واللي هي رح تمثل قوه بيد طبعا الدول اللي بتوجد مثل هذا النوع من المعادن طبعا. هلا الفكره نحن كفرص انه نسافر للفضاء او نروح، ممكن يكون في فرص لسوريا بالتعاون مع اصدقائنا الصينيين والروس، يعني كمان هن لهم باع طويل بالعمل في ميدان الفضاء، يعني ممكن يكون في بالمستقبل ان شاء الله، يعني بعد خروج سوريا من هاي الازمه، بعد انه يعني ترجع يتعافى الاقتصاد عندنا، ترجع الوضع سوريا لاحسن من ما كان، يكون في عندنا امل جديد لهذا الشباب. فنحن اللي اخذته الجمعيه على عاتقه نحن نهيئ هذا الشباب، نحن هذا الشباب البلد عم تتعب عليه، يعني حرام يطلع براتها، يعني بعد 18 ل 24 سنه هذا الشاب او هاي الصبيه، هذا الطبيب، هذا المهندس،
يعني الشيء بيوجع القلب انه وصل لمرحله هو لازم خير يكون للبلد، للاسف صار الشباب عم بيسافر. فنحن عم نمهد لهم اللي حابب يدرس علم فلك. يعني من فتره كم حدا قال لي بدي اقدم انا شيء اسمه سبيس ميديسن، اختصاصات مطروحه برا. طيب نحن نشتغل على هذا العلم عندنا، نطوره عندنا هذا العلم، نشتغل عليه لحتى العالم يكون خيره لنا. فبالفكره انه جذب النساء خاصه تمكينهم عندنا بعلم الفلك، مثل ما تفضلتي حضرتك وجودهم، يعني هلا حاليا مسابقه او هو مشروع دولي كل سنه بيصير لتمكين النساء بميدان العلوم. يعني الشائع انه من زمان حتى باوروبا كان الدخول بميادين العلوم خاصه العلوم مثل الرياضيات الفيزياء هذا حكر على الرجال والهندسات، وكان كثير قلائل من الصبايا اللي يدرسوا، وبعض النساء اللي كان لهم اكتشافات وخاصه بعلم الفلك اكتشافاتهم تسجلت باسماء ازواجهم او ابائهم. هلا ما في هذا، هلا ما في، بس الفكره ما زال حتى اليوم دراساتي حرام عن انقراض الرجال والتناقص عدد حتى الرجال حتى اليوم. على فكره حتى اليوم سلمى اكثر من 70% اذا بنلاحظ باحصائيه كثير صغيره وبسيطه سيرش على جوجل بنلاقي اكثر من 70% الحاصلين على جوائز نوبل هن من الرجال. يعني ما بيتجاوزوا 65 امراه الحاصلين على جائزه نوبل، بين يمكن ماني متذكره العدد قد ايه الرجال، شيء 700 او اكثر، بس 65 امراه من بينهم ماري كوري اللي هي حصلت على هاي الجائزه مرتين. فميادين العلوم الرياضيات هي ميادين صعبه وفي عوائق كثير بالمجتمع عندنا. اكيد يعني اليوم تعرفنا هيك شوي، غصنا شوي بتفاصيل علم الفلك وبعض المعلومات الجديده، وبنتمنى انه يكون بعض هاي الجوائز اللي حكيتي عنها بيوم من الايام لا تتبع التسييس ولا تتبع القواعد الغربيه ويكون لنا نصيب حقيقي، لانه عنا كثير مبدعين بالوطن العربي وبسوريا. شكرا لوجودك معنا. شكرا سلمى، يسعد صباحك.